السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 1-3. سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على بروتوكولات الإنترنت آي بي وأداة محاكاة الشبكة. أهداف الوحدة: أنواع الشبكات وخصائصها، تطور شبكات الهواتف النقالة، عمل نظم تحديد المواقع الجغرافية الجي بي إس عبر الأقمار الصناعية، بروتوكولات الإنترنت آي بي، التعرف على برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، استخدام بيئة برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، توصيل الشبكة المحلية لان بشبكة الإنترنت عبر الكابلات. في درسنا اليوم سوف نتعلم استخدام بيئة برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة. سؤال: كيف يمكن التحقق من عناوين آي بي عند إنشاء شبكة محلية لان؟ إذا تعلمنا في الدرس السابق استخدام بيئة برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، قمنا في البداية بإنشاء شبكة محلية لان، بعد ذلك قمنا بإضافة الأجهزة، بعد ذلك تغيير أسماء الأجهزة، ثم توصيل الكابلات، ثم تكوين أجهزة الشبكة. إذا في البداية استخدمنا برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة لإنشاء هيكلية خاصة بالشبكة المحلية لان. في هذه الشبكة قمنا بوصل جهازي حاسب مع جهاز طابعة لتكوين الشبكة محلية لان. بعد ذلك قمنا بإضافة الأجهزة لمساحة العمل التي تظهر هيكلية الشبكة الخاصة. في البداية قمنا بإضافة جهاز سويتش، بعد ذلك قمنا بإضافة الأجهزة التالية: جهاز حاسب 1، بي سي 1 وبي سي 2، بالإضافة إلى الطابعة. أيضا قمنا بتغيير الاسم المعروض للأجهزة بي سي 1 وبي سي 2 والطابعة برينتر. أيضا قمنا بتغيير اسم سويتش المحول. إذا لتغيير اسم المعروض للجهاز الشبكة قمنا بالضغط على نفس الجهاز، بعد ذلك الضغط على كونفيج، بعد ذلك قمنا بتغيير الديسبلي نيم إلى سويتش. إذا لتغيير الأسماء الأجهزة في البداية قمنا بإضافة الأجهزة، أولا جهاز السويتش، بعد ذلك الأجهزة الطرفية بي سي 1 وبي سي 2 وأيضا الطابعة. بعد ذلك قمنا بتغيير أسماء العرض للأجهزة، من تبويب كونفيج ديسبلي نيم قمنا بتغيير الاسم إلى سويتش. بنفس الطريقة قمنا بتغيير بي سي 0 إلى بي سي 1. ديسبلي نيم بي سي 1. أيضا قمنا بتغيير بي سي 1 إلى بي سي 2. وتغيير اسم الطابع برينتر 0 إلى برينتر. بعد ذلك قمنا بتوصيل الكابلات بين أجهزة الشبكة. لتوصيل الكابلات قمنا بتوصيل بي سي 1 مع جهاز السويتش عبر فاست إيثرنت 0. أيضا قمنا بتوصيل بي سي 2 مع سويتش عن طريق فاست إيثرنت 1، وتوصيل الطابع برينتر بسويتش عن طريق فاست إيثرنت 2. بعد ذلك قمنا بحفظ العمل. إذا لتوصيل الكابلات قمنا بتوصيل بي سي 1 عن طريق فاست إيثرنت بجهاز سويتش،
أيضا بنفس الطريقة قمنا بتوصيل PCR2 بجهاز سويتش عن طريق منفذ فاست إيثرنت 2، بنفس الطريقة قمنا بتوصيل البرينتر بجهاز سويتش. بعد أن تم توصيل الكابلات قمنا بتكوين الأجهزة الشبكة المحلية الآن لتتمكن جميع أجهزة الشبكة من إرسال البيانات واستقبالها. قمنا بتعيين IP ثابت لكل جهاز. لتعيين عنوان IP من علامة تبويب سطح المكتب ديسكتوب، بعد ذلك الضغط على IP Configuration والضغط على Static ثابت، بعد ذلك كتابة عنوان IP لكل جهاز. هنا عنوان PC1. إذن أولا نقوم باختيار الجهاز، بعد ذلك من قائمة الديسكتوب الضغط على IP Configuration، بعد ذلك كتابة IP الثابت، يظهر تلقائيا قناع الشبكة. وبنفس الطريقة قمنا بتغيير IP الثابت للجهاز PC2. إذن لتغيير أو لإضافة IP ديسكتوب IP Configuration، بعد ذلك Static ثابت، نقوم بكتابة IP الجهاز PC1، بعد ذلك الضغط على Subnet Mask، يظهر القناع تلقائيا. بنفس الطريقة نقوم بتعيين IP للPC2 من تبويب ديسكتوب، بعد ذلك IP Configuration، نقوم باختيار ثابت وتعيين IP Address للPC2. بنفس الطريقة سنقوم بتعيين IP للبرينتر. سنقوم بتعيين عنوان IP ثابت للطابعة بهذا العنوان 192.168.0.3 من خلال تبويب إعداد الطابعة. إذن نقوم بالضغط على البرينتر، بعد ذلك من تبويب كونفيج نقوم باختيار الفاست إيثرنت 0 ونقوم بتعيين IP الثابت للطابعة. إذن سنتعلم في هذا الدرس استخدام بيئة برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، بعد أن قمنا بإنشاء شبكة محلية لان وإضافة الأجهزة وتغيير أسماء الأجهزة وتوصيل الكابلات وتكوين أجهزة الشبكة، سنتعلم في درسنا اليوم التحقق من عناوين IP، بعد ذلك التحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة. إذن في درسنا اليوم بعد أن تعلمنا إنشاء شبكة محلية لان وقمنا بإضافة الأجهزة وتوصيل الكابلات، سنتعرف بإذن الله التحقق على من عناوين الشبكة IP. إذن للتحقق من عناوين IP سنقوم بضبط إعداداتها والتأكد باستخدام موجه الأوامر أن كل جهاز لديه عنوان IP خاص به. إذن للتحقق نقوم بالضغط من IP address الخاص بكل جهاز، مثلا PC1، بعد ذلك من علامة تبويب الديسكتوب نقوم بالضغط على الكوماند بروموت أو موجه الأوامر ونقوم بكتابة الأمر IP config، بعد ذلك ستعرض قائمة عناصر تكوين IP address. إذن للتحقق من عناوين IP في البداية نقوم باختيار الجهاز مثلا PC1، بعد ذلك الضغط على ديسكتوب، بعد ذلك موجه الأوامر أو الكوماند بروموت، نقوم بكتابة الأمر IP config، بعد ذلك تظهر لنا عناوين IP address للجهاز PC1 IP address والقناع،
إذن للتحقق من عناوين الـ IP نقوم بالضغط على موجه الأوامر ونقوم بكتابة الأمر الـ IP config. بعد ذلك الضغط على Enter لتظهر لنا عناوين الـ IP للجهاز PC1. أيضا سنتعرف على التحقق من إمكانية الوصول للأجهزة. إذن كيف يمكن التحقق من إمكانية الوصول للأجهزة؟ يمكن التحقق من إمكانية الوصول للأجهزة من خلال الأمر بينج، حيث يتم التأكد من إرسال واستقبال الرسائل. إذن يتم التحقق من إمكانية الأمر يتم التحقق من إمكانية الوصول للأجهزة من خلال الأمر بينج، ويعد طريقة شائعة للتحقق من إن كان بإمكانك إرسال واستقبال الحزم من وجهة معينة. إذن للتحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة يرسل بينج مجموعة من حزم البيانات في نفس الشبكة وينتظر الرد بإشارات معينة، ولا يكون الاتصال ناجحا إلا إذا أولا تم استلام حزم البيانات المرسلة من الحاسب ثم ترجع الردود إلى المصدر بنجاح. ثانيا إذا استطاعت وجهة البيانات الرد على حزم البيانات المرسلة مع إرسال مدة زمنية محددة يطلق عليها المهلة، والمهلة هنا تايم أوت هي القيمة الافتراضية لهذه المهلة وهي ثانيتان على موجهات السيسكو. إذن لا يكون الاتصال ناجحا عند إرسال الأمر بينج حتى يتم استلام حزم البيانات المرسلة من الحاسب ثم ترجع الردود إلى المصدر بنجاح. ثانيا إذا استطاعت وجهة البيانات الرد على حزمة البيانات المرسلة مع إرسال مدة زمنية محددة يطلق عليها المهلة، المهلة هنا ثانيتان على موجهات السيسكو. إذن للتحقق من الوصول للأجهزة نقوم بالضغط على أيقونة الجهاز الذي نريد التحقق من إمكانية الوصول إليه، مثلا PC1 من النافذة تظهر علامة الديسكتوب، ثم الضغط على الكوماند بريموت أو موجه الأوامر. بعد ذلك نقوم بكتابة الأمر بينج ثم IP الوجهة التي تريد إرسال وتلقي الحزمة منها، مثلا نقوم بكتابة البينج بعد ذلك 192.168.0.2 هنا عنوان الـ PC2. وستعرض قائمة التحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة. إذن في البداية نقوم باختيار الجهاز الذي نريد التحقق من، مثلا هنا PC1، بعد ذلك الضغط على قائمة ديسكتوب، بعد ذلك موجه الأوامر، بعد ذلك نقوم بكتابة الأمر بينج ونقوم بكتابة الاي بي للجهاز الذي نريد استقبال الحزم منه. بعد ذلك يتم إرسال الرد. هنا تم إرسال 4 حزم وتم استقبال 4 حزم. هنا اللوست 0، هنا نسبة الضياع 0%، يعني أن جهاز الحاسب PC1 اتصل مع الجهاز PC2 بنجاح. إذن التطبيق العملي للتحقق من الأجهزة نقوم بالضغط على PC1، بعد ذلك موجه الأوامر، نقوم بكتابة الأمر بينج، بعد ذلك الآي بي للجهاز المرسل، بعد ذلك تظهر لنا أنه تم إرسال 4 حزم واستقبال 4 حزم ونسبة الضياع الحزم 0%. نشاط: حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خاطئة. 1، يمكن التحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة من خلال الأمر بينج. ممتاز، الإجابة صحيحة. 2، يكون الاتصال ناجحا إذا تم استلام حزم البيانات المرسلة من الحاسب
ثم ترجع الردود إلى المصدر، واستطاعت وجهة البيانات الرد على حزمة البيانات المرسلة مع إرسال مدة زمنية معينة. ممتاز، الإجابة صحيحة. 3، القيمة الافتراضية للمهلة time out هي دقيقتان على موجهات اسيسكو. الإجابة خاطئة، المدة الافتراضية هي ثانيتان. إذن تعلمنا في هذا الدرس استخدام بيئة برنامج تيسكو لمحاكاة الشبكة. إذن في البداية قمنا بإنشاء شبكة محلية لان، بعد ذلك قمنا بإضافة الأجهزة، بعد ذلك قمنا بربط الكابلات والتحقق من عناوين الـ IP لكل جهاز، والتحقق من اتصال الأجهزة بالشبكة عن طريق الأمر بينج. تقويم ختامي، كون أجهزة الشبكة. عليك الآن تكوين أجهزة الشبكة بتطبيق القيم من الجدول أدنى، ثم تحقق من إمكانية الوصول إلى الأجهزة باستخدام الأمر بينج، وتحقق من الاتصال بين الـ PC1 والطابع. هنا في هذه الشبكة لديك 3 أجهزة PC1 يحمل عنوان 169.254.151.22 وقناع الشبكة الموجود أمامك. بعد ذلك تقوم بتكوين الشبكة مع PC2 وPC3 والطابع. بعد ذلك تقوم بالتحقق من الاتصال بين PC1 والطابعة من خلال الأمر بينج. شكرا لكم على حسن المتابعة.